من أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوري بالتجديد للمصرفي حسن عبد الله لعام ثالث في قيادة البنك المركزي، علشان يبدأ المصرفي الكبير تحدي جديد في إدارة السياسة النقدية لمصر. تحدي هينضم لتحديات كتيرة وكبيرة واجهها المصرفي حسن عبد الله من اليوم الأول ليه في منصبه. فيا ترى إيه أسباب تجديد الثقة في محافظ البنك المركزي؟ وإيه أبرز الإنجازات اللي حققها؟ وإيه التحديات اللي بتنتظره؟ بانكير، نبض البنوك. المصرفي حسن عبد الله صاحب التاريخ الطويل والخبرة الممتدة استلم مهام منصبه في مرحلة هي الأصعب اقتصاديا، سواء محليا أو حتى عالميا. وفي أيامه الأولى في المركزي كانت الأمور وصلت لمرحلة صعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالية والصعود التاريخي لأسعار الفائدة وهروب الأموال الساخنة من مصر، ودي كلها ضغوطات أدت إلى تراجع قيمة الجنيه وزيادة نفوذ الدولار، ومعها عادت من جديد ظاهرة السوق السوداء للعملة. دخل المصرفي حسن عبد الله البنك المركزي وهو محاط بكم كبير من المشاكل والأزمات، والوقت ما كانش في صالحه. أزمة شح العملة بتتصاعد إلى جانب التضخم، وما كانش قدامه غير إنه يشتغل بأقصى سرعة ويحول المركزي من مربع رد الفعل إلى الفعل، والسيطرة على فوضى سوق الصرف وتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة. وعلشان يقدر يسيطر على الأوضاع الصعبة، وضع حسن عبدالله خارطة طريق لمحاصرة التداعيات السلبية لأزمات الاقتصاد العالمي، وكان مهم جدا أنه يبدأ باستعادة الاستقرار النقدي من جديد من خلال السيطرة على توقعات ومعدلات التضخم وتوحيد سعر الصرف والقضاء على تعدد سعر الدولار، علشان يرجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويقدر يجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة. وكان الاحتياط النقدي وزيادة حجمه من أولويات المصرفي حسن عبد الله، علشان يضمن أن الاقتصاد المصري يتحمل أي صدمات خارجية مفاجئة، وكمان يوفر السيولة المطلوبة لتوفير وتلبية احتياجات المصريين من الخارج. كمان كان تركيزه على سداد التزامات مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية وعدم التأخر عن دفع أقساط الديون، والتنسيق مع المسؤولين في الدولة لتخفيض فاتورة الدين إلى أقل حد ممكن بعد ما وصلت إلى أرقام ومستويات ما حصلتش قبل كده. تحركات المصرفي حسن عبد الله والسياسات اللي تبناها جابت نتائج إيجابية سريعة. كان أهمها تراجع معدلات التضخم في الشهور الأخيرة من خلال السيطرة على السيولة في الأسواق. كمان حصل تراجع في الدين الخارجي لمصر ووصل إلى 153.86 مليار دولار آخر مايو اللي فات، مقابل 168.3 مليار في نهاية 2023. وكان من نتائج سياسته ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية ووصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.5 مليار دولار في آخر بيانات للبنك المركزي. ونجح المصرفي حسن عبد الله خلال فترة وجيزة في استعادة ثقة المصريين في الخارج في القطاع المصرفي، ورجعت التدفقات النقدية تاني تنهال على البنوك المصرية، ووصلت نسبة النمو في التحويلات إلى أكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل تحييد سعر الصرف في شهر مارس اللي فات. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.